اسمع وجهة نظر هنسمعها طبعا. دكتور خالد، في أسئلة كتيرة جدا لحضرتك بحكم طبعا مجالك عملك وخبرتك في النقابية، وحضرتك في المقام الأول طبيب قلب. الكلام اللي قاله طبعا دكتور مجدي أعتقد بتتفق عليه في حتة الحضانات قد إيه مهم توافر الكفاءة البشرية فيها وكده، بس أنا سؤالي برضو هنا على نقطة ذكرها سيادة النائب عن العلاج الحر والمستشفيات الخاصة. دي بتسبب مرارة حقيقية للمواطن، فكرة إنه يضطر يبيع بيته في يوم ولا اتنين عشان يقدر يوفر 1000 و2000 و3000 جنيه في الحضانة وما عندوش حل تاني غير كده. أنا عارفة إنه مش دي الحالة العامة، لكن ده بيحصل. إحنا بنعمل إيه يا فندم بمواجهة ده وحوكمة المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة في موضوع الحضانات؟ قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك هوضح شوية للسادة المشاهدين حجم المشكلة داخل مصر. إحنا عندنا طبعا في تصنيف منظمة الصحة العالمية مصر معدل المواليد اللي هم قبل الميعاد، اللي هو بيعتبروا أن أي طفل بيتولد قبل أول يوم من الأسبوع 38 من الحمل ده طفل مولود قبل الميعاد، اللي هم الأطفال المبتسرين. نسبتهم حوالي 11%، يعني من 2.5 مليون أكتر من 250,000 بيتولدوا كل سنة أطفال مبتسرين. ينضم إليهم من 50 إلى 100 ألف طفل أطفال مولودين في الوقت الطبيعي لكن مصابين بأمراض أخرى تستدعي دخولهم حضانات. فأصبح عندنا 150,000 تقريبا، حوالي 100,000 كمان، يعني دخلنا 350,000 ممكن نوصل ل 400,000 طفل بيحتاجوا حضانات. إزاي بنحسب احتياجنا من الحضانات؟ الحضانة في حاجة اسمها متوسط الوقت اللي بيقعده الطفل على الحضانة. في مصر المتوسط حوالي 2 أسبوع، في أطفال بتقعد أكتر كتير وفي أطفال بتتوفى بدري، لكن بناخد المتوسط. السنة فيها 52 أسبوع، لو قسمناها على 2 يبقى كل حضانة ممكن تشيل في السنة 26 طفل فقط. فإحنا لو ضربنا عدد الحضانات الموجود في مصر 4000 دول 4000. في 26 يبان أن إحنا بنقدر نشيل كام؟ 24,000 طفل من 350,000 طفل. من 350,000 طفل. فشوفي حضرتك الجاب قد ايه اللي موجود، فجوه كبيره جدا. المشكله الثانيه اللي هي مشكله التكلفه. ليه وصلت تكلفه الحضانات في القطاع الاهلي ما بقوا يسموش الخاص، لان الدستور عندنا بينص على تشجيع الاستثمار في القطاع يعني غير الحكومي في الصحه، وده المستقبل في ظل قانون التامين الصحي اللي هيتعاقد مع الجميع بنفس السعر، فمش هيبقى في فرق مين اللي بيملك المكان، ولكن الخدمه جوهرها ايه وبتقدم بجوده ولا لا، توفرها ووجودها. النهارده الحضانه بالاساس ما هياش جهاز الانكيوبيتر الحضانه فقط، الحاضن. الحاضنه اللي هو جهاز بيحتفظ للطفل بجو مشابه لجو رحم الام حيث درجه الحراره ونسبه الاكسجين الى اخره. لكن المهم جدا يكون عندي مونيتور، جهاز بيوريني الوظائف الحيويه بصوره انيه، وده ثمنه النهارده قد يصل الى 250,000 جنيه لوحده الجهاز الواحد. ده غير ثمن الحضانه اللي هي ممكن توصل 250,000 جنيه هي كمان. ربع هذه الحضانات او يعني اكثر من 20% بيحتاجوا جهاز تنفس صناعي معاهم، ده ممكن يوصل ثمنه من 500,000 إلى 1,000,000 جنيه اللي بيشتغل على الاوزان القليله. فبرضه الناس لازم تعرف هذه التكلفه قد ايه، يعني فدي اسمها وحده الحضانه. تكلفه الحضانه الواحده يا فندم قد ايه؟ ممكن تتعدى 1.5 مليون لو يعني حاجات جيده جوده، مش يعني مش هتتكلف حوالي 1.5 مليون ولها عمر افتراضي حد اقصى 10 سنوات. فلو عرفنا ان 26 طفل في السنه في 10 سنوات 260 طفل في الحضانه بيتكلفوا هذا المبلغ، اضافه الى الكهرباء والميه و و اضافه الى الاجور واجور العاملين اللي هي سبب اساسي في رفض الناس العمل في هذا المجال. والمفروض ان الحضانه زي الرعايه المركزه اساسها التمريض. لا ثانيه واحده يا فندم، يعني ايه الاجور سبب رئيسي في رفض الناس للعمل في هذا المجال؟ لان المفروض زي ما بقول لحضرتك يكون في هناك ممرضه لكل سريرين. احنا النهارده بنقعد ممرضه لكل 8 و10 سراير، فمجهود كبير جدا. المفروض الممرضه تشتغل لمده 8 ساعات فقط وتاخد اجر على الثمان ساعات، ده اجر عادل. النهارده بنقعدها بال10 وال12 وال24 ساعه وما نديهاش اجر في معظم الاحيان. واغلبهم يا دكتور او جزء كبير منهم بصراحه بيعملوا في يعني في حاجات خاصه، يعني بيروحوا الناس احنا بنخش بدايره مفرغه، الاجر قليل، بتضطر تشتغل في كذا مكان وفي عام وخاص وتضارب مصاري كمان حتى في يعني عطائها في مجال التدريب والى اخره. يعني هو كله برضو نقول ان هي خدمه مكلفه جدا اكتر من الرعايات المركزه اللي احنا عندنا فيها مشكله مشابهه. احنا عندنا النظام الصحي اكتر حاجه فيه بتبقى حساسه هي علاج حالات الطوارئ والرعايه الحرجه،
دي اكتر حاجه اللي هي الحالات اللي فيها حياه او موت في ظرف ثواني او ساعات. الرعايات المركزه، الحضانات، والطوارئ، والنقل ده الاسعاف. والدول بتقاس يعني النظم الصحيه بتقاس جودتها بالكلام ده، معدل وفيات الاطفال تحت 5 سنوات، معدل وفيات الامهات، وقت انتقال المريض من مكان الحادثه الى المستشفى، دي معاملات قياس جوده النظام الصحي في اي دوله. طيب عايزه برضو اتكلم مع حضرتك، ذكرنا كده مع حضراتكم التمريض، كفاءه العمل نفسه، الحضانه نفسها محتاجه ايه، الادوات، المونيتور، كل الكلام، تكاليف، الاجور، كل الحاجات دي. بس عايزه كمان اتكلم على التحاليل برضو، معامل التحاليل يا فندم، تحس انها بقت النهارده مهنه ملاها مهنه مهمة له. جدا جدا لان حصل مشكله كبيره في مصر في العشرة 15 سنه الاخيره، مهنه ملاها مهنه له. لا ده بدات الحضانات تتفتح كوحدات منفصله، صحيح. لا مع تحاليل ولا اشعه ولا موجود تخصصات اخرى في حاله زي ما انا بطمن بس الام والاب اللي ابنهم قاعد في حضانه، اشار ان انا ممكن طفلي يحتاج استشاري رمد، استشاري قلب، استشاري كلى، لازم يكون في اشعه مقطعيه قريبه. ما بقاش في العالم كله حاجه اسمها انتجريشن، ان ايوه ان حاجه تتفتح وحده منعزله بتخصص واحد من غير ما يكون لها تواصل مع وحدات اخرى قريبه وسهله. بدات كل المستشفيات تكون فيها كل الوحدات، بحيث ان انا نمره واحد اوفر الخدمه، تاني حاجه اقلل التكلفه، ان انا لما اشتري جهاز اشعه مقطعيه بيخدم 3 4000 واحد غير لما اشتري لكل مستشفى لوحدها جهاز اشعه مقطعيه. صحيح، زي القصر العيني عامل تجارب مماثله كده، وكل كل التطوير ومشروع القصر العيني للتطوير هيعمل تكامل راسي بين الاقسام، بحيث المستشفى تكون الطوارئ كله موجود في مستشفى واحده بكل التخصصات بتاعتها، ما بقاش في الفصل بتاع زمان. طيب. فدي نقطه هتواجهنا برضو في المستقبل. معامل التحاليل يا فندم هنقدر نشتغل عليها ازاي؟ معامل التحاليل فيها مشكله كبيره طبعا، انا عايزه ظبط وعايزه رقابه عليها، وعايزه زي ما حضرتك قلت ما فيش حاجه اسمها يبقى حضانه منفصله عن الاشعه وعن التحاليل. ما هو انا هحكم الدكتور مجدي يعرف طبعا ان احنا عندنا مشكله قانون التحاليل الطبيه اللي من سنه 54 وبيسمح لازم من اول خريجي كليه الزراعه لغايه خريجي كليه الطب والطب البشري والبيطري والصيدله والعلوم وكله، ومحدش عارف مين يعمل ايه وازاي. فالدنيا عندنا محتاجه انضباط وتشريعي في الاول، وبعد كده رقابي زي ما حضرتك بتقولي، العلاج الحر، يقدر ان هو نعرف كلية ايه بتخرج مين. لازم يكون هناك برنامج تدريبي واحد في الجامعة، حتى قانون الجامعات بنص على كده، عدم تكرار البرامج التدريبية. كل برنامج يعني تدريبي يخرج حد بتوصيف معين يشتغل حاجة معينة. يعني ما ينفعش اللي ادربه على مثلا التحاليل في جامعة ادرب بمنهج تاني في جامعة تانية. ما ينفعش ان انا عشان اطلع صاحب معمل تحاليل اما اخش كلية الزراعة او اخش كلية الطب. ما ينفعش. ما فيش دولة في العالم كده. مش لازم تكون في طب ولا في زراعة، في كلية أخرى مسؤولة عن المعامل، بس لازم يكون برنامج واحد هو اللي بيؤهل للعمل في تخصص واحد. طب ده سيادة النائب على طول رد قال ده قانون لازم يتغير. لازم يتغير، متفقين على هذا الكلام. في أربع مشاريع، قوانين لتغيير قانون المعامل الطبية. المعامل الطبية. طب ده هتناقشوه في الدور القادم الجاي يا فندم، محطوط على الأجندة؟ محطوط إن شاء الله. قانون التحاليل الطبية. في أربع قوانين. هرجع مع حضرتك. الرقابة بقى. الرقابة. إحنا دلوقتي من المسؤول عن رقابة الهيئات غير المملكة للدولة التي تمارس الطب في مصر؟ هو إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة. النقابة طبعا النقابة؟ لا لا لا، تبع وزارة الصحة. النقابة ليس لها علاقة خالص بالمراقبة. النقابة بتسجيل دايما السؤال اللي بنسأله، لو دكتور مع كل احترامنا وانا عارفة حضرتك من المتحمسين جدا للطبيب وده شيء بنحترمه فيك، بس لو الطبيب أخطأ وده وارد يحصل في العالم كله، أعاقبه ازاي يا فندم؟ أشتكي لمين؟ في مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يتم شكوى الطبيب فيها في وزارة الصحة العلاج الحر، وفي النيابة العامة، وفي بعض الأحيان في نقابة الأطباء أيضا، وفي بعض الأحيان في النيابة الإدارية أيضا في نفس الوقت. هل الشكاوى دي بتجيب نتيجة يا دكتور خالد؟ ما هو دلوقتي الرد اللي في أغلب الأحوال بنسمعه إن دي مضاعفات العملية، مضاعفات العمليه. شوف حضرتك بدخل هنا في دايلاما تانيه خالص. لا لا ما طبعا بيبقى في برضه يا فندم احيانا في حاجه اسمها المسؤوليه الطبيه لازم نعرفها. المسؤوليه الطبيه دي بتحدد بالظبط هذا الخطا، خطا فني، مضاعفه ولا اهمال وتقصير، ده مين ده جنايه، ده جنايه وده مسؤوليه، ده مين اللي بيحقق فيه؟